الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام وجيه الكريم. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقارئ أبي شجاع رحمهم الله تعالى في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم في آخر الواجبات المتعلقة بالميت عند المسلمين. الميت عند المسلمين إذا مات يجب في حقه 5 أشياء: يجب في حقه الغسل والتكفين نمرة 2، والصلاة عليه نمرة 3، وحمله إلى القبر ثم الدفن. يبقى هما 5 حاجات لازم تجب في أي ميت مسلم، تجب وجوب كفائي، يعني واجب كفائي يسموه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. تكلمنا في غسل الميت ومتى لا يغسل الميت المسلم، وكذلك تكلمنا في كيفية تكفين الميت المسلم سواء كان ذكر أو أنثى، ثم تكلمنا على صلاة الجنازة بالتفصيل، واليوم نتكلم في كيفية دفنه. فيقول المصنف: ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة. في لحد مستقبل القبلة، يبقى موت المسلمين أما يدفنوا يدفنوا مستقبلين القبلة. شوف أنت بتصلي على الجنازة إزاي، بتخليها نايمة على جنبها مستعرضة القبلة أمام الإمام اللي هيصلي عليه، مش كده؟ أنت بتدفنه بنفس الوضع ده، على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، مش تخلي رجليه للقبلة، غلط. وللأسف أنا شفت مقابر زي في 6 أكتوبر بنينها المهندسين غلط، لأن فاهمين كيفية الدفن غلط. وفي هذه الحالة يجب نبش هذا القبر وإعادة دفن الميت مرة أخرى مستقبل القبلة، ما لم يكن يعني انتفخ وتغير، لأن موت المسلمين يجب دفنهم مستقبل القبلة على الوضع اللي أنت بتصلي عليه، بس تخليه مايل شوية على الجنب كده مستقبل القبلة مستعرضا لها، مش حاطط رجليه للقبلة. خد بالك، لان دي خطأ شائع في هذا الزمان بسبب انتشار الجهل، يقولك علشان لما يجي قعدوه الجهلة، يقولك عشان لما يجي قعدوه يسألوه يبقى وشه للقبلة. هم هيفضلوا يسألوا فيه لحد يوم القيامة، ده بيسألوا فيه لحظة وبعدين يضجعوه مرة تاني، فيجب ان يضجع مستقبل القبلة، وإلا هيبقى بيدعي على اللي دفنوه. شوف، هيبقى بيدعي ما قمتش بحقه، ما قمتش بحق هذا الميت، يبقى متأذي منك حيا وميتا. فناخد بالنا من طريقة دفن الموتى المسلمين. فبيقول هنا إيه: ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة. واللحد إيه تعريفه؟ بفتح اللام وضمها، اللحد واللحد، وسكون الحاء، ما يحفر في أسفل جانب القبر.
احنا عندنا موتى المسلمين يدفنوا في لحد او في شق، طريقة الدفن يا شق يا لحد. اللحد لما تبقى الارض صلبة تتحمل ان انا احفر فيها بقدر قامة وبسطة، قامة وبسطة. يعني ايه قامة وبسطة؟ يعني يفضل يحفر اللحاد اللي هو هيحفر اللحد، يفضل يحفر لحد ما ينزل يختفي ويبقى يمد ايده كده يطول سطح الارض، يبقى ده اسمها قامة وبسطة. كويس، ده طريقة حفر اللحد. بعد ما حفر الحفرة دي يقف اللحات في الحفرة دي وشه للقبلة، يبقى أمامه جزء من الأرض في جهة قبلة، يروح حافر حافر فيه حفرة على قدر جسم الميت في الجدار بتاع الحفرة دي موجها للقبلة. كويس، يحفر كويس، وبعدين ياخد الميت من جهة رأسه او من جهة قدمه، الراجح انها من جهة القدم ايسر، يعني بيسلت من جهة القدم، ياخده من جهة القدم وينزله كده بحيث يجي ايه يستقبل القبلة، يبقى ياخده من جهة الرأس عشان يبقى نايم على جنبه اليمين، هيبقى نايم كده، اما ياخده من جهة الرأس يبقى ياخده من جهة القدم، المهم يخلي جنبه اليمين نايم على جنبه اليمين مستقبل القبلة في الجدار اللي هو في اتجاه القبلة، يدخله في الحفرة دي. كويس، ويستحسن وهو بيحفرها يخليها مائلة مائلة كده بحيث تبقى عالية من ناحيته وتبقى يعني منحدرة جهة الجدار من الداخل، عشان لما يحطه هو من نفسه يبقى على جنبه شوية، مش على سيفه، لو على سيفه ممكن ينكب كده، يبقى على جنب خفيف، لدرجة انه ممكن يحط تحتيه شوية رمل او شيء من هذا عشان يفضل على جنب. بعد ما عمل كده ده اسمه اللحد، يروح حاطط اللبن يسند بيها جسم الميت، ياخد اللبن يحطه يرصه لحد ما يقفل، وبعدين ياخده بايده ويطلع من الحفرة، وبعدين يرد من الحفرة. ادي اللحد، فهمت اللحد ازاي؟ سهل، يروح طالع بعد كده من الحفرة، يبقى الحفرة دي عمقها ايه؟ قامة وبسطة. قامة وبسطة يعني ايه؟ يعني اما يقف كده دي اسمها قامة، وبسطة اما يمد ايده كده، يمد ايده كده يبقى يحط كف ايده كده على سطح الارض، يبقى كده الحفر كفاية، خدت بالك؟ ويروح بعد كده يبتدي يحفر في الجدار امامه، في الجدار امامه لحد ما يعمل تجويف يكفي جسم الميت، يختلف حسب حجم الميت بقى وطوله، واخد بالك؟ وبعدين يروح واخد الميت ينيمه على جنبه الايمن مستقبل القبلة، مستعرضا للقبلة مستقبلا اياه بوجه، خدت بالك؟ يبقى ما فيش ردمة رابعة الميت مباشرة، ده هو دخله جوه حفر، وبعدين يروح سادد باللبن، يسند جنب الميت باللبن، وبعدين يطلع يردم ويرمي شوية مية كده دفن. ده ايه؟ اللحد. طب امال ايه الشق بقى؟ لو كان في ارض زي ارض المصريين في الدلتا، لو حفر المسافة دي يلاقي مية، فما ينفعش يدفن اللحد في ارض الدلتا في مصر وما يشبهها على وجه الارض بقى، اي ارض فيها مياه قريبة ما يقدرش ينزل قامة وبسط، والا هيلاقي مية، يقوم يعمل ايه؟ يستعيد عن ذلك بالشق. الشق ده عبارة عن ايه؟ يجي يروح عامل مجرى كأنه هيعمل مجرى نهر في الارض، كويس؟ برضو مستعرض القبلة، يروح شاي مجرى كده مستطيل، حفرة مستطيلة على قد حجم الميت، ينيمه مستعرض القبلة متوجها على جنبه الايمن متوجها الى القبلة، كويس؟ وبعد كده يروح جايب اللبن حطه من فوقيه، من فوق الميت كده، علشان ما يجي يردم ما يجيش التراب على الميت نفسه. وبعدين بعد كده يروح عامل اللبن، وممكن يحط خشب الاول، ممكن يحط درجات سلم،
وبعد كده بعد ما يحط الحاجات دي يروح رادم شوية تراب ويرش شوية مية ويحط أي نبات أخضر علشان بيخفف عنه، طالما ما لم ييبس بسبب تسبيح هذا النبات ببركة هذا التسبيح. يبقى ده الشق سهل الشق. يبقى عندنا لحد وعندنا شق. حفرة على قدر الميت عمقها، بحيث تعمل حسابه انك انت لما تحط الحاجات دي فوق جسم الميت، المقصود بالدفن ايه اساسا؟ المقصود بالدفن ان تواري الميت وتواري رائحته، تستر الميت نفسه وتستر رائحته، فتستر الميت من السباع فما ياكلهوش ولا ينهشوهوش لان ابن ادم مكرم، والحاجه الثانيه تستر رائحته فلا يتاذى بني ادم من رائحته. فالقبر الذي لا يؤدي الوظيفتين دول يبقى مش قبر صريح شرعا. يبقى لو القبر دفنت الميت وشميت ريحة وحشة بعد عدة أيام، اعرف ان القبر ده غير جائز شرعا، لأنه لا يجب في القبر حاجتين وظيفتين: يستر الميت من السباع فلا تأكله الدواري، والوقتي حتى احنا بنستر الميت من الحرامية، لأن ساعات في حرامية بيسرقوا الجثث ويسرقوا الأكفان في زماننا ده موجودة. يبقى يجب ان يستر الميت تماما من السباع والدواري ولصوص المقابر حتى لا ينبش. دي اول وظيفة للقبر. والوظيفة الاخرى ان يستر رائحته فلا يشم له رائحة، فلازم تتأدى الاثنين كويس. فهنا بيقول ايه؟ واللحد بفتح اللام وضمها وسكون الحاء ما يحفر في أسفل جانب القبر. ما يحفر في أسفل جانب القبر اللي هي الحتة اللي هيقف فيها الحفرة دي، القمة والبسطة، يجي أسفلها كده يحفر علشان إيه؟ يبقى في تجويف جوه التربة نفسها. من القبلة، في أسفل جانب القبر من القبلة، يبقى لازم يجي للجانب المواجه للقبلة كويس؟ أيوه. ايوه يعني الميت مات، بتتصل بالراجل اللحاد يوضب الامور على ما تغسل وتكفن وتصلي عليه، تروح تلاقي كل حاجه متوضبه. ممكن تطلبه على المحمول، كل الترابيه دلوقتي معاهم محمول والحمد لله، كان زمان لازم تروح له مشوار مش كده برضه، انما دلوقتي خلص قالوه بالمحمول، قول له الروح بتطلع وضب الامور حتى وهي بتطلع، يبقى عارف قدر ما يسع الميت. يبقى هيعمل حفرة قدر ما تسع الميت، ويستره يعني يفضل يعمق فيها في الجدار لحد بحيث ما يحط الميت كده يبقى دخل فيها خالص مش باين منه حاجة. خدت بقى؟ ادي معنى يستره. والدفن في اللحد افضل من الدفن في الشق مطلقا. مطلقا، خصوصا ان صلبت الارض. ليه؟ لان لما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم، وانا افضل نقول توفي وما نقولش مات. ليه؟ لان ربنا بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، قال ما تقولوش اموات، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، فنبينا اعلى من هذا. فاذا كان الادنى ما تقولش عليه ميت وهو الشهيد، يبقى نبينا ما تقولش عليه مات، يعني مش من باب الأدب ولا حتى بأدب القرآن كويس. فلما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أول مرة العرب يموت لهم نبي. العرب ما كانش عندهم أنبياء قبل كده، بقوا محتارين نعمل فيه إيه، ندفنه فين، وهل نصلي عليه، وهل نكفنه، ولو هندفنه هندفنه فين. فبقت أسئلة كتيرة مش عارفين إجابتها. لما جه سيدنا ابي بكر الصديق حللهم الاشكال كلها، قال ان النبي ما قبر في مكان الا وهو افضل مكان لان يدفن فيه، فيبقى هيدفن في حجرته مكان ما مات. كل نبي كده مكان ما مات يدفن كويس. وقال لهم انه يغسل ويكفن، واللي يتولى تغسيله قرابته، فتولى تغسيله سيدنا علي بن ابي طالب،
وكان سيدنا الفضل بيعاونه ومعه ايه بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ستار ساتر، يعني فرشوا ساتر عليه وصار التغسيل من فوق هذا الساتر، وبعدين دخلوا يصلوا عليه فرادى فرادى، 10 10 يخشوا يقفوا يصلوا عليه فرادى بلا إمام، فصلوا عليه حوالي 30 ألف صلوا على النبي بلا إمام، وحوالي 60 ألف ملك صلوا على النبي. لما انتهوا من الصلاة على النبي، لأن لم يكن هناك إمام يصلي بهم، ما كانوش لسه عارفين مين اللي هيخلف النبي، فصلوا بلا إمام. ثم بعد ذلك قالوا نرسل إلى اللحاد والشاق، في واحد تخصص لح واحد تخصص شق، فأيهما وصل أولا فهذا هو الذي يكون الأفضل لأن ندفن به نبينا. بعثوا للاثنين في وقت واحد، واحد راح مشي كده على اللحاد واحد مشي كده للشق، وقالوا اللي يجي الأول يبقى هو ده اختيار ربنا. فجاء مين؟ اللحاد، فدفن نبينا صلى الله عليه وسلم في لحد، فالعلماء قالوا اللحد أفضل، عشان كده إن كان التربة تستحمل شق ولحد يعني ممكن تستحمل الاثنين فنختار اللحد أفضل. طيب إن كانتش تتحمل إلا الشق لأن اللحد عميق وقد تكون التربة لا تتحمل، يبقى في الحالة دي يبقى الشق أفضل. كويس، عشان كده قال إيه؟ والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق إن صلبت الأرض، صلبت الأرض يعني أرض صلبة تستحمل. والشق تعريفه إيه؟ أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانباه، ويجي عند جانبي عشان ما ينهرش، يروح حاطط شوية صف لبن كده وصف لبن كده إذا كانت التربة طرية، لكن لو صلبة خلاص يعني لا يشترط حكاية ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويثقف عليه بلبن ونحوه، ويثقف عليه بلبن ونحوه. لبن يعني ايه؟ يعني طوب لم تمسه النار، لان برضو يستحسن انك انت تستعمل في الدفن كله حاجة لا تمسها النار. ويوضع الميت بينهما ويثقف عليه بلبن ونحوه، ويوضع الميت عند مؤخر القبر، هيبقى يتحط عند مؤخر القبر من جهة الرجلين عشان لما يجي ينزل ينزل برأسه. وفي بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زيادة وهي ويسل من قبل رأسه، يسل من قبل رأسه يعني يتناوله اللحاد أو الشاق من قبل رأس الميت، أي سلا برفق لا بعنف، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويضجع ويضجع في القبر بعد أن يعمق قام وبسط، ده بيتكلم عن اللحد بقى، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قام وبسط. طب نحسبها ازاي؟ قال لك 4 أذرع ونصف، 4 ذراع ونصف، والذراع شبرين، الذراع شبرين والشبر 20 سنتي، يبقى 40 سنتي في 4 ب160 ونص يبقى ب180. سهلة، ادي القامة والبسط. في ناس طولهم اصلا 180 لكن احنا بنعتبر المتوسط، متوسط الناس اطولها بتلاقيها مثلا 165، حط عليها كمان 15 يجيبها القامة البسط، يبقى 180 كويس. بعد أن يعمق قام وبسطه، ويكون الاضجاع مستقبل القبلة، فلو دفن مستدبر القبلة أو مستلقيا، افرض دفن وظهره للقبلة أو مستلقي على قفاه كده، نبشا يعني يحفروا القبر تاني، نبشا، واحنا عارفين ان نبش القبر حرام فلا يفعل الحرام الا من اجل ما هو اوجب، فهمت؟ فدل على وجوب توجيه الميت للقبل، لدرجة انك انت لو امرأة كافرة حامل في مسلم
كويس، وماتت، ومات الجنين المسلم جوه بطنها. في امرأة كافرة تبقى حامل في مسلم، افرض راجل متجوز مسيحية ومسلم، ومتجوز مسيحية وحامل، يبقى اللي في بطنها ده مسلم مش كده برضو؟ وهي كافرة جت ماتت والواد في بطنها، نيجي ندفنها نخلي ظهرها للقبلة، لأن الجنين وجهه موجه لظهر الأم، عشان يبقى ظهر الجنين، وجه الجنين موجه للقبلة. فهمت بقى ازاي؟ لأن الجنين ده مسلم. شوف قد ايه أهمية توجيه المسلم للقبلة عند دفنه، فتاخد بالك من الحتة دي. نبش، لو ما وجهتوش للقبلة نبش، ووجه للقبلة بشرط ايه؟ ما لم يتغير، ما لم يتغير. ويسطح القبر، الشافعية رأيهم ان القبر احسن يسطح، والملكية يسنن. الشافعية عندهم القبر يبقى مسطح كده احلى. الملكية قال لك لا، نخليه سنم عشان نمنع الناس تقعد عليه، لان الجلوس على القبر حرام، فلما يبقى مسنم كده يوم ما يعرفش حد يقعد عليه. ده رأي الملكية. والشافعية قال لك لا، يسطح، ما لا بأس. خلاف في المذاهب، مش مشكلة كبيرة. الشافعية اختاروا التسطيح، وغيرهم اختار التسنيم. كويس. ويسطح القبر ولا يسنم ولا يبنى عليه ولا يجصص. طبعا ولا يبنى عليه لو كان في أرض ايه؟ مسبلة. لكن لو أرض مملوكة ملكه، ابني زي ما انت عايز بقى. طب ما النبي دفن في حجرته الشريفة، ومبني الحجرة مبنية لأنها مملوكة ملكه. إنما لما تبقى أرض مسبلة ملك الناس كلها، وتيجي تبني حوالين الميت وهي أرض مش ملكه، ضيقت على الناس. فيبقى النهي عن البناء على القبور المقصود بها المسبلة غير المملوكة. أما لو مملوكة فتبني لأن ملكك، والإنسان حر في ملكه. كويس. ولا يبنى عليه ولا يجصص، يعني ما تجيبش الجير، لأن الجير ده أصلا لمسه نار، في صناعته لمسه نار، والميت يتأذى من كل ما مسه النار، فلا يجصص. أي يكره تجصيصه بال إيه؟ بالجص أو الجص، بفتح الجيم وإيه؟ وكسرها، تنفع الاثنين. إحنا نقول عليه المصريين وقع الجبس، مش كده برضه؟ وهو النورة المسمى بالجير. ونقف عند هذا، عشان احنا هندفن الميت النهاردة ونبكي عليه ونعزي فيه السبت الجاي. كويس، نخلص بس الدفن النهاردة. فنقرا ايه الشرح بقى، الشيخ البيجوري هيقول لنا ايه في الكلام اللي احنا قريناه ده. ويقول قوله ويدفن الميت اي وجوبا، يبقى حكم الدفن ايه؟ انه واجب. ولا يكفي في الدفن وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه حيث لم يتعذر الحفر، وإلا كفى. طب افرض تعذر الحفر، يبقى خلاص حطه على وجه الأرض وابني حواليه كده حاجة عشان تستره، تستر رائحته وتستره من السباع. ده لو تعذر الحفر. فلو مات في سفينة، افرض مات واحد في سفينة، انتظر وصولها الى الساحل ليدفن في البر ان قرب. لو كان البر قريب نستنى لما يوصل للساحل وندفنه في البر، والا طب افرض بيننا وبين البر شهور، ده ساعات يبقى في السفينه يقعدوا ايام واسابيع على ما يوصلوا البر، واحد ميت لو سابوه يتغير. والا فالمشهور كما نص عليه الامام الشافعي أن يشد بين لوحين لئلا ينتفخ، يعني تحط فوق بطنه لوح وتحت ظهره لوح وتربطه بعد ما تغسله وتكفنه وتصلي عليه. كويس؟ وبعدين تسيبه على المية، يفضل على المية كده يعوم لحد ما يوصل لبر بلاد مسلمين يدفنوهم. كويس؟ ده رأي الإمام الشافعي لو كان البر قريب. أن يشد بين لوحين لئلا ينتفخ ويلقى في البحر ليصل إلى الساحل، وإن كان أهله كفار، حتى ولو كان الساحل ده أهله كفار، كفارا فقد يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة. فإن ألقوه فيه بدون لوحين، افرض رموه في البحر بقى مضطرين،
الحمولة هتزيد أو أي سبب، أو خايفين يتعفن وينتشر أمراض في السفينة أو شيء من هذا. فإن ألقوه فيه بدون لوحين وثقلوه بنحو حجر علشان يغطس يعني ويدفن في قاع البحر، لم يأثموا، لم يأثموا. والواجب من القبر ما يمنع الرائحة والسبع، ده كلام الإمام الشافعي، كل ده كلام الإمام الشافعي. والواجب من القبر ما يمنع الرائحة والسبع، فيمنع ظهور رائحة الميت فتؤذي الأحياء، ويمنع نبش السبع له فيأكله، وهما متلازمان، فذكرهما لبيان فائدة الدفن. وإن تلازم هكذا قيل، وإن تلازم هكذا قيل، يعني بيقول لك إن الاثنين دول متلازمين. قال لك لا، الإمام البيجوري قال لك مش متلازمين، أنت ممكن تستره من السباع لكن ريحته تبقى طالعة، زي الفساقي في مصر بيدفنوا في حجرات كده على سطح الأرض، مش كده برضو؟ وتيجي تمر بعد أسبوع تشم رائحة الميت، مش بتحصل؟ يبقى هو مستور من السباع صحيح، ومن اللصوص، لكن مش مستور من الرائحة، الرائحة باينة. عشان كده قال لك دول مش متلازمان. والحق أنه لا تلازم بينهما. ألا ترى أن الفساق المعروف الآن، لأن البيجوري ده من مصر، من الباجور، منوفية في وسط الدلتا، وكان شيخ الأزهر، فعارف الناس بتدفن ازاي، فبيقول لك لا ده مش متلازمين. ألا ترى أن الفساق المعروف الآن تمنع السبع ولا تمنع الرائحة، فالدفن فيها حرام. ده رأي مين؟ الشيخ البيجوري. فالدفن فيها حرام، وكذلك القبور التي يطمونها بالتراب من غير حجارة كما في بلاد الأرياف، فإنها لا تمنع السبع وإن منعت الرائحة، وقد لا تمنعهما، فالدفن فيها حرام أيضا. ويسن أن يستر القبر عند الدفن بثوب ونحوه، ورجلا كان الميت أو امرأة وهو فيها آكل في المرأة، يعني يسن حال الدفن كده وهم بيسلطوا وبعدين بينيموا، يبقى يحطوا حتة ايه قماشة كده ساتر لحد ما ينتهوا، يمكن يبان حاجة من الميت ولا حاجة، يبقى ستر الميت أفضل. وده آكد لو كانت ايه اللي بتدفن امرأة. والسنة الدفن في غير الليل، السنة ندفن في غير الليل، وإن كان جائز تدفن في الليل، لكن لو خيرت بين الدفن ليلا أو نهارا فاختار النهار، لو خيرت ما لم يتغير الميت، لأن إكرام الميت المصارع في دفنه ما لم لو خفت من التغيير. والسنة الدفن في غير الليل ووقت كراهة الصلاة أيضا، يعني السنة إنك أنت لا تتحرى أن تدفن في الليل ولا تتحرى أن تدفن في أوقات كراهة الصلاة، لا تتحرى، لكن لو جت عفوية لا بأس، لو جت عفوية يعني الراجل مات وصلينا عليه الجنازة وجاء وقت بعد العصر، احنا مش مستنين مخصوص كده كل ميت بنستنى بعد العصر عشان ندفنه، لا ده هي ده ظروفه جت كده، يبقى ادفن ما يجراش حاجة. انما امتى تبقى مكروه؟ لو انا بنتحرى ان كل ميت نستنى وقت الكراهة وندفنه فيه، لا ده احنا مستقصدينه كده، يبقى كده لا. فهم؟ وجاز بلا كراهة دفنه ليلا مطلقا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحرى، شفت كلام الكلام الدقيق، لكن دفنه ليلا جائز ودفنه في وقت كراهة الصلاة جائز ما لم يتحرى إيه الوقت الليل أو وقت كراهة الصلاة، وإلا يبقى هنا مكروه بقى، واضح؟ وإلا فلا يجوز، وقيل يكره، بعض العلماء قال لك لا ده لو تحرى وقت الكراهة أو تحرى الليل بالذات للدفن يبقى حرام، وعلماء تانيين قالوا لا ده مكروه بس مش حرام، كويس. والدفن في المقبرة أفضل منه في غيرها، يعني لما يدفن في وسط موتى المسلمين كده أفضل من إنه يدفن وحيد في حتة بعيدة، عشان بينتفع بجواره بالموتى وبالزوار الميتين،
كل يوم ناس تروح الأرافات، السلام عليكم، اللهم اغفر لنا ولهم، يبقى هو يخش في الدعاء في وسطه؟ انما ما تدفنه وحيد كده في حته بعيده، حته مقطوعه، تبقى انت كده يعني حرمته من كثره الزوار وكثره الداعين له، فهمت بقى؟ عشان كده والدفن في المقبره افضل منه في غيرها، لينال الميت دعاء المارين. ويسن ان يفضي بخده الى الارض، يعني تحاول تخليه ما ينام، مش تحط له مخده، يعني تخلي ما ينام على جنبه خده يوصل للارض. ويكره ان يجعل له فرش ومخده او صندوق لم يحتج اليه، لان ذلك اضاعه مال لغير غرض. واضح الكلام؟ يعني مكروه ان انا اروح احط له مرتبه صغيره كده ومخده وافرش له ملايه واوضب له، حتى لو كان غني وعنده اموال. ليه؟ لان ده اضاعه مال بلا ضروره، بلا حاجه، مش كده برضه؟ واضاعه المال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله كره لكم القيل والقال وكثره السؤال واضاعه المال، مش الحديث مشهور معروف؟ طيب، لان ذلك اضاعه مال لغير غرض. اما ان احتيج اليه، طب افرض احتاج لقى الارض نديه رطبه، فما فيش مانع يفرش عليها حته قماشه خرقه قديمه كده تاخد رطوبه ايه الارض، ما فيش مانع، لا ومحتاجها بقى. اما ان احتيج اليه لنداوه الارض ونحوها او فيها نجاسه، لقاها كانت ناشعه فيها نجاسه، مجاري كانت ناشعه فيها، فيحط حاجه يسترها من النجاسه، مفيش مشكله، فلا يكره ولا تنفذ وصيته به الا حينئذ. افرض حتى هو وصى قال لهم انا اصلا ما بنام على غير مرتبه جنبي بيوجعني، فما تدفنوني حطوا لي مرتبه، وصى اولاده كده، يقول لك لا تنفذ وصيته فدي، حتى لو وصى كويس، الا ان احتاج اليه، لو احتاج في الظروف اللي قلنا عليها معلش. ويكره ان يجعل له فرش ومخد او صندوق، او عمل له صندوق خشب حلو كده وقال لهم والله ما تدفنوني حطوني في الصندوق ده حلو كده، حتى يعني بدل ما تحطوني في التراب، يبقى برضه لا، لان الصندوق ده ليه قيمه، يبقى برضه مال، اضاعه مال بلا داعي. لكن لو احتاجنا اليه خلاص بقى، كل ما نيجي نحفر نلاقي نجاسه ونلاقي المجاري طافحه ونلاقي مش عارف ايه، يبقى نحطه في الصندوق عشان نحميه من النجاسه، ما فيش مانع طالما احتاجنا. والتزاحم على النعش بدعة مكروهة، يعني الناس ما يتزحموش كده على النعش زيادة عن اللزوم، أولا بيعرقلوا بعضهم وما يعرفوش يمشوا، لكن تبقى في نظام كده وفي هدوء وفي سكينة، تملي التزاحم يبقى في ضوضاء، فالصمت مطلوب عند الزحف وعند تشييع الجنازة، مش كده برضو معروفة الحاجات دي. والتزاحم على النعش بدعة مكروهة، وكان الحسن البصري يقول إذا رآهم يزدحمون إخوان الشياطين. سيدنا الحسن لما يلاقي الناس تتزاحم كده، الحسن البصري كان يقول لهم أنتوا كده إخوان الشياطين، يعني ده عمل يحبه الشياطين لأنه بيضيع عظة الموت، والأصل في تشييع الجنازة العظة. وسئل أبو علي النحاس عن وقوف الجنازة ورجوعها، لان لاحظوها ان بعض الجنازات كده تبقى شايلينها فجاه تروح واقفه موقفه اللي شايلينها، وفجاه بعض الجنازات تلاقيها رجعت شويه، فبيقولوا له ايه الموضوع ده، مش فاهمين ليه بتحصل الحكايه دي. وسئل ابو علي النحاس عن وقوف الجنازه ورجوعها، فقال متى رات الملائكه بين يديها رجعت، ومتى كثرت خلفها اسرعت. ويحتمل أن النفس تلوم على الجسد ويلوم الجسد على النفس، فيختلف حالها، فتارة تقدم وتارة تؤخر، كلها احتمالات بقى، كلام علماء، لكن مش إيه، مش موثوق فيه، هو حاجة ثقافة بتقراها وخلاص، لكن هو العلم عند الله. ويحتمل أن يكون بقاؤها في حال رجوعها ليتم أجل بقائها في الدنيا، كلها يحتمل يحتمل يحتمل، يعني لم يرد فيها خبر نبوي،
كويس، يبقى خلاص محتمل. وسئل عن خفة الجنازة وثقلها، قالوا له برضو احنا بنلاحظ بعض الجنازات اللي هي خفيفة في الحمل، بعض الجنازات تقيلة، ايه حكايتها دي؟ فقال اذا خفت فصاحبها شهيد، لان الشهيد حي والحي اخف من الميت، ويسن ان يقف جماعة بعد دفنه. يبقى بعد الدفن يسن حاجة تانية، ان يقف جماعة بعد دفنه يسألون له التثبيت حوالين القبر كده، يقعدوا يسألوا له التثبيت، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويسن تلقينه أيضا. بعض الشباب الوقت طالع لنا في الدفن، كل ما نحضر يجي الراجل يلقن الميت يقول بدعة، يحول المسألة من دفن إلى مناقشة صفصائية وصفصطة، مش بدعة ولا حاجة. يقول له اعلم يا عبد الله مثلا أنه يأتيك ملكان فيجلسانك، يقوم طول ما هو بيسمع الكلام ده بيبقى إيه؟ مطمئن متونس. فيقولان لك ما ربك؟ فقل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول، ما دينك؟ فقل على ملة الإسلام. وما نبي؟ قل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه يلقنه كده، يسن هذا ما فيهاش حاجه، لا بأس. ويسن تلقينه ايضا، ويغني عنه الدعاء بالتثبيت، لو اكتفى بالدعاء بالتثبيت يغني عنه، ولا يلقن الطفل ونحوه ممن لم يتقدمه تكليف، لان الطفل مش هيسأل في قبره، لا يفتن، لأنه لا يفتن في قبره. وكذلك النبي والشهيد لا يلقنان، لأنهم لا يفتنان في قبره، الشهيد والنبي، نسأل الله الشهادة. وكذلك النبي وشهيد المعركة فلا يلقنان لأنهما لا يسألان، ده دليل أنهم أحياء، ما هو الميت هو اللي بيسأل، الشهيد حي هيسأل ليه بقى، والميت حي طب يسأل ليه بقى؟ خدت بالك؟ ده دليل الحياة، انهم انتقلوا الى حياة اعلى. وتندب زيارة القبور للرجال، يبقى ايه يستحب يعني، تندب زيارة القبور للرجال لتذكر الآخرة، وتكره من النساء لجزعهن وقلة صبرهن. ما قالوش حرام اهو، قالوا تكره. السبب ايه؟ الجزع وقلة الصبر، ومحل الكراهة فقط ان لم يشتمل اجتماعهن على محرم، فلو اشتمل اجتماعهم على محرم حرم، بيتلموا ويصوتوا، بيتلموا ويشقوا الجيوب ويلطموا الخدود، يبقى كده حرام بقى، بيتلموا ويختلطوا بالرجال وهم متزينات متعطرات يحرم، خدت بالك؟ ويستثنى من ذلك في موضوع الكراهة للنساء لزيارة القبور قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فتندب لهن زيارته، فتندب للنساء حتى اللي احنا قلنا يكره زيارة القبور إلا زيارة قبر نبينا، ده يستحب بقى للكل، رجالة وستات يزوروه. ويستثنى من ذلك قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فتندب لهن زيارته. وينبغي كما قال ابن الرفعة أن قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك، كويس، قياسا على أنه يجوز لهن بل يندب لهن زيارة قبر النبي، يبقى وراث النبي يبقى يستحب لهن أيضا زيارتهن، الأولياء والصالحين وسائر الأنبياء لو عرفنا قبورهم ما نمنعش النساء من زيارتهن. ده كلام ابن الرفعة. ويندب أن يقول الزائر السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وأن يقرأ ما تيسر من القرآن كسورة ياسين. والوقت ناس طالعين برضو يقول لك القرآن ما يوصلش، ليه بتقرأ؟ ده اللي بيحصل؟ بيحصل، ما تسمعش كلامهم.
ما تسمعش كلامه. قراءة القرآن تصل للميت، في ناس قالوا لا تصل من العلماء، وفي ناس قالوا تصل، ونحن نميل أنه يصل، سواء بقراءة القرآن للميت بأدلة كثيرة قوية. من أهم هذه الأدلة الآتي: أن صلاة الجنازة للميت أصلا وفيها قراءة الفاتحة، والفاتحة من القرآن، فدل على أن قراءة القرآن للميت تصل من صلاة الجنازة نفسها. فلما تيجي تقول لي اقرأ الفاتحة على روح فلان، طب ما أنت بتقرأها في صلاة الجنازة، لو كانت غلط ما كناش قريناها في صلاة الجنازة، مش كده برضو؟ طيب الدليل الثاني انك ممكن تحج عن الميت، مش كده برضو؟ باجماع المسلمين ان الحج عن الميت صحيح، بل مطلوب ان اوصى ولم يسبق له الحج، صح؟ طب وهل في حج من غير صلاة؟ في حج من غير صلاة؟ مش لازم بيصلي في حجه؟ وفي صلاة من غير قرآن؟ يبقى الحج بيوصله من غير الصلاة يعني، ومن غير القرآن، ولا بيوصله في صلاته وقرآنه كله؟ يبقى القرآن يوصل للميت، صح ولا لا؟ سهلة. وعشان كده المسلمين في مصر على مر العصور طول عمرهم يقروا الفاتحة على الموتى، ويقروا ياسين على الموتى، ويعملوا ختمته ويوهبوا ثوابها للميت، طول عمر الناس كده، من أجدادنا، من قبل إحنا ما نتولد، لحد ما طلع لنا شوية الشباب بتوع اليومين دول تعبونا وتعبوا الناس. اه والله تعبونا وتعبوا الناس وتعبوا نفسهم، وحرموا نفسهم، حرموا نفسهم من الثواب. ما هو لما يعمل كده يوم ما يموت ما حدش هيقرا عليه حاجه، هيندم. ما تسيبهم يقروا على اللي ماتوا، عشان اما تموت تلاقي حد يقرا عليك، توصل لك حاجه برضه. الواحد بيبقى افقر ما يكون لمثل هذا. لكن على اي حال الحمد لله، لا بأس ان يكون لك مذهب مخالف، لكن طالما في مذهب اخر يخالفك فاحترم الكل، ما تقراش انت يا سيدي، لكن ما تمنعش الاخرين يقرأ، مش كده بس؟ لكن هي مشكلتهم ان عايز يلزم الناس كلها بمذهبه، دي المشكلة. فهو المفروض ما يلزمش الناس بمذهب. واحد يجي يقرأ يقول لك الفاتحة على روح فلان، يروح واقف في الجامع، ايه الفاتحة على روح فلان؟ انت عايز يوقف الناس كلها، طب ما تقراهاش انت يا عم، وانا حاجة فتش اقول لك انت ما قريتهاش؟ ما تقراهاش، اسكت وخلي اللي يقراه يقرا. وصلت خير وبركه، ما وصلتش اهم قروا قران وخدوا ثواب، حكايه سهله يعني. لكن لا، لازم يتصدر كده ويتعب نفسه ويتعب الناس، فمش عايزين نبقى كده. وعشان كده وان يقرا ما تيسر من القران كسوره ياسين، يعني اي حاجه، ولكن سوره ياسين مشهوره لورود حديث ضعيف اقرأوها على موتاكم، هو حديث ضعيف. هل القرآن على القبر فقط ولا؟ لا لا، مطلقا مطلقا، لك أن تهب ثوابه في أي مكان، بس عند زيارتك للقبر بيأنس بيك كزيارتي حيا، يعني بيأنس بيك، لأن تملي روح الميت متعلقة بمكان دفنه، كويس؟ هي مش في القبر على فكرة، الروح، الروح بره، بس نظرها على إيه؟ على القبر، موضع القبر، فبتأنس بزوارها، فهمتني؟ زي انت كده مثلا، انت لما تسافر مهما رحت في اي بلد في العالم وانت راجل من القاهرة، يبقى لسه روحك متعلقة ببيتك، وكل شوية تسأل اخباره ايه، ويتصلوا بيك ويبعتوا لك جوابات، مش كده برضو؟ اهو برضو الواحد لما بيموت كده يفضل روحه متعلقة بموضع دفنه، زي ما روحه متعلقة ببيته وهو بعيد، فيعرف اخبار البيت، فهمتني بقى ازاي؟ وبالتالي بيأنس بزواره، يأنس بزوار. ها؟ على حسب حالتها. أصل الأرواح دي درجات، على حسب نقائها، وعلى حسب مقامها عند الله. كل له مقام معلوم. لكن على أي حال الروح المؤمنة بتبقى منطلقة حيث شاءت. لهم ما يشاءون عند ربه. حيث شاءت تذهب. وتذهب وعينها على قبرها برضه. كويس؟ ليه؟ لأن الروح يقول لك الروح لما تطلع بيبقى بالنسبة لها الكرة الأرضية دي كلها ككف الإيد كده، شايفة كل بقعة فيها، وهي حيث شاءت تبقى شايفة كل بقعة فيها، فسهلة. وعشان كده الناس العوام حتى يقول لك إيه؟ يقول لك إن الوالي روحه بتحضر حيث ذكر،
لان هي روح مطلع شايفه مين اللي بيذكر. سهله، اذا كان عند لحظه الوفاه فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد من الحده، ده لحظه الوفاه، لكن بعد الوفاه اعلى اعلى بقى. ده ايه؟ الروح اللي هي ايه؟ نقيه منطلقه. في روح محبوسه، دي روح الكافر محبوسه في سجين، حتى جايه مصدرها من السجن يعني، انما الثانيه في عليين، مش كده برضو؟ فربنا يجعلنا منهم ببركه نبينا صلى الله عليه وسلم. وان يقرا ما تيسر من القران كسوره ياسين ويدعو لهم ويهدي ثواب ذلك لهم. كل ده ثواب. يبقى الشيخ البيجوري رايه ان القران يصل للميت. وان يتصدق عليهم، يتصدق بالنيابه عنهم، يجيب ذبيحه يذبحها ويوزعها على الفقراء ويقول ثوابها لجدي اللي مات، لابويا اللي مات، لسيدنا الحسين. بلاش حاجه. سيدنا الحسين في قبره، في قبر. طيب وسيدنا الحسين ده مش جدنا؟ اولى من جدنا، ان لم يكن جدنا نسبا فهو اولى من جدنا النسب، صح ولا لا؟ طيب اذا كنت انا ممكن اذبح ذبيحه واوهب ثوابها لجدي، يبقى ممكن اذبح ذبيحه واوهب ثوابها لسيدنا الحسين. يوم سيدنا الحسين كده يلاقي صحيفه حسناته عليها اجور كتيره، ده فلان وهب لي العجل ده في يوم من الايام. طب يا رب اكرمه بقى. يقوم سيدنا الحسين يدعي لك، تقوم تلاقي حالك اتفرج والكرب اللي كنت فيه اتفك ببركه دعوه سيدنا الحسين. وهذا مجرب، كل الناس مجربه الحكايه دي على مر العصور. هو مش بيذبح لسيدنا الحسين يعني باسم سيدنا الحسين، يعني بيقول باسم الحسين، لا، ده بيقول بسم الله الله اكبر. هو الذبح لله مش للصنم. وسيدنا الحسين ده صنم؟ لا يعبد من دون الله سيدنا الحسين، ولا والي بيعبد من دون الله، مش كده برضو؟ ده انت وانت ما بتذبح لجدك بتبقى عبدت جدك، مش كده؟ طب وانت اما تعزمني عندك وتذبح لي خروف تبقى ذبحت لغير الله؟ فهمت ازاي؟ مش بتقول لي تعالى حزورني واذبح لك خروف، مش كده برضو؟ يبقى الذبح لفلان ليس معناه الذبح للصنم، لا يقاس على الذبح للصنم، مش كده برضو؟ يعني هذبح لفلان اي ان كان حيا ياكل منه وان كان ميتا ثواب التوزيع لي، ادي معنى هذبح لفلان، مش كده برضه؟ فالحكايه سهله. يقوموا هم يقيسوا ده على الذبح للصنم، كان حطوا سيدنا الحسين والاولياء صنم، مش اصنام. وعمرنا ما عبدناهم من دون الله، صح ولا لا؟ عمر ما المسلم اعتقد انه مع الله اله اخر، ابدا. ده المسلم متربي هي وبيرضع من ثدي امه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ده وهو بيرضع كده وهو صغير امه تقول بسم الله صلاه النبي، ايه الحلاوه دي؟ شوف اول حاجه تدخل في ودنه هو لسه بيدرك الدنيا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شو يفضل العيل من دول يطلع خلاص التوحيد في دمه، لا يتصور ان هناك اله مع الله اصلا، فمش في باله الحكايه دي. يوم يجوا الناس في اخر الزمن يتهموا المسلمين ان في بالهم اله مع الله، وعندهم عفريت قاعدين يحاربوه غير موجود الا في اذهانهم، ومش موجود في اذهان المسلمين. فدي مشكله عندهم هم، ان هم عندهم اوهام بيحاربوها. زي ما يبقى واحد عنده جنان كده هلوسه فيقعد يضرب في ارض فاضيه، ليه بتضرب؟ يقول لك اصل في فار. فين الفار ده؟ هو اللي شايفه بس. هم عندهم فار الشرك منتشر في قلوب المسلمين، قاعد طول النهار يضرب في قلوب المسلمين علشان فار الشرك موجود، هو الوحيد اللي شايفه، والمسلمين مش في بالهم اصلا. مش في بالهم اصلا. المسلمين عارف ان الله مطلع عليه وان الله هو الذي خلقه وخلق الاولياء وخلق النبي. ولو كان في ذات تعبد من دون الله كان اولى الذوات ان تعبد هو سيدنا رسول الله. فاذا كانوا ما عبدوش النبي هيعبدوا الولي؟ فلازم نفهم. فالحمد لله على هذا. فهنا بيقول لك ايه؟ ويسن. ايوه اتفضل. ويهدي لهم. ايوه ده مش طواف، ده مش طواف، ده نظام بينظموا الحركه. لما بيكثر الزياره الزوار فبيعمل لك باب دخول وباب خروج. انت اما تروح لسوبر ماركت اولاد رجب وعنده زحمه بيعمل ايه سوبر ماركت اولاد رجب عشان عنده زحمه؟ بيقول لك الدخول من هنا وتلف وتخرج من الناحيه الثانيه، بتطف اولاد رجب؟
تسميها طواف؟ يبقى ده نظام بس للزوار، لما بيكسروا الزوار في اي محل بيعملوا نظام. الكلام ده صح ولا غلط؟ زوار سيدنا الحسين كتير، طب هيدخلون كلهم من باب واحد؟ هيخبطوا في بعض، فيعمل لك باب دخول ويلف كده عشان الناس تمشي في اتجاه واحد ويخرجوا من الباب التاني. هل اللي داخل بنقول له لازم تبقى متوضئ ولازم ستر عورتك ولازم تقول نويت الطواف؟ بتقول بنقول له كده؟ ولازم تطوف 7 مرات؟ بنقول له كده؟ يبقى ما قلناش انها عباده، دي احنا مسمينها زياره بس. هم بقى لما بيشوفوا اي حد بيلف كده يسميه بيطوف. طب ايه رايك بقى انك انت ممكن وانت شاري عربيه جديده بتقعد تلف حواليها عشان تشوفها حلوه ولا؟ يبقى انت بتطوف حوالين العربيه وبتتمسح فيها، يبقى شرك. والمهندس اللي بيبني العماره وقاعد بيلف طول النهار حواليها كده علشان يشوف، يبقى ده بيطوف حوالين العماره؟ هو اي واحد لف حوالين حاجه اقول بيطوف؟ الطواف ده عباده مخصوصه في مكان مخصوص، ليه شعيره مخصوص. معروف الطواف خاص بالكعبه ده عباده، وبيبقى ليها 7 اشواط وليه شروط ستر عوره وموال تاني، و7 انواع للطواف. طواف ركن في الحج، وطواف زياره، وطواف قدوم، وطواف عمره، وطواف تطوع، مش كده برضو؟ وطواف تحيه. ما هو الركن اللي هو الافاضه، يعني كتير، يعني الطواف انواع، وطواف نذر، مش كده برضو؟ هتخلي لي بقى اي واحد بيلف؟ طب هقول لك حاجه، سيدنا جعفر وسيدنا علي بن ابي طالب قعدوا يطوفوا حوالين النبي. ايه رايك بقى في البخاري؟ صحيح البخاري في حال حياه النبي، ما انت اصلك لو قريت البخاري كله كنت تعرف. سيدنا رسول الله قال لسيدنا جعفر اشبهت خلقي وخلقي، وقال لسيدنا علي وانت مني بمنزله هارون من موسى، فقاموا الاثنين يحجلوا حوالين النبي يطوفوا ويسقفوا فرحانين. في صحيح البخاري. لان كانت عاده قريش لما يفرح الراجل من دول يقوم يمشي على رجل واحده ينط كده ويلف ويسقف، وبيعملوها الناس لحد دلوقتي ساعات ما يفرح يعمل كده. وصحيح البخاري قعدوا يلفوا حوالين النبي فرحانين بالبشرى دي. يبقى ساعتها طافوا ولا ده فرح؟ يبقى اللف حوالين الشيء علامه الفرح، كويس. فاللي دخل عند الولي بيلف حواليه فرحان بالولي، والفرح بالولي شرك. ايه الشرك اللي فيه؟ ما انت بتفرح لما ابوك يجي يزورك، او انت تروح تزور ابوك بعد غياب، وبتفرح بابنك اللي غايب بقاله كتير وما جاش وجا، وفرحت تفرح بامك لما تيجي تزورك وبقالك كتير ما شفتهاش، صح ولا لا؟ وساعات الناس في طبيعتها العاديه لما يجوا يسلموا على بعض يقعدوا يلفوا حوالين بعض، حتى اتفرج على المسلسلات ده ساعات يقعدوا يكلموا بعض مدين ظهرهم لبعض، صح ولا لا؟ يبقى دي طبائع بشريه للتعبير عن الفرح وليست عباده مخصوصه، صح ولا لا؟ يبقى هو سوء تفاهم بس. هو سوء تفاهم، اطلقوا حاجات في اوهام في اذهانهم ويقول لك بيطوف حوالين الولي. الله، ده هو يطوف حوالين الولي يعني بيطوف فرحا مش بيطوف عباده، لانه ما بيعبدش الولي، مش كده برضه؟ ايوه اتفضل. حضرتك ممكن نهب الشيء الواحد لكذا ميت؟ يعني يجوز. اه يعني يجوز. مثلا القران ده لموتى المسلمين جميعا. اه يجوز ده، جميل، كل ما تعمم احلى. يعني مش على واحد بس يعني؟ لا مش شرط. لا لا. طب والحج نفس الحكايه؟ لا، الحج عباده مخصوصه لفرد واحد. والعمره نفس الحكايه؟ والعمره كذلك. اه والصيام؟ الصيام والحج والعمره. اه لان دي عباده مخصوصه فرديه بدنيه، العبادات البدنيه، واخد بالك؟ لان القران دعاء، فيجوز الدعاء تعميما. حتى الفتحه انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، وتبقى بتصلي لوحدك تقول اهدنا جمع، مش كده برضه؟ ولا وانت بتصلي لوحدك وتقول اهدني تقول اهدنا؟ يبقى ربنا علمنا ان الدعاء يكون ايه؟ جماعه احلى، ويكون ايه؟ ارجى للقبول. فهنا بيقول ايه؟ ويسن ويدعو لهم ويهدي ثواب ذلك لهم، وان يتصدق عليهم وينفعهم ذلك فيصل ثوابه لهم. يبقى الحاجات دي كلها بتنفع الميت وتوصل ثوابه ليه. ويسن أن يقرب المزور أن يقرب من المزور كقربه منه حيا، يعني تقرب كده لحد القبر كده وتقرب خالص كأنك أنت مقرب منه وهو حي، لأنك أنت زيارة الميت بعد وفاته كزيارته حيا.
فيأنس بيه، فيقول لك يسن انك انت تقرب ما لم يكن هناك زحام بقى. ويسن ان يقرب من المزور كقربه منه حيا، وان يسلم عليه من قبل رأسه، يقف كده من جهة الرأس بتاع الميت عند القبر يعني، ويقف يسلم عليه من هذه الجهة. ويكره تقبيل القبر واستلامه، ومثل يكره، ما قالوش بقى شرك ومش شرك، مش كده برضه؟ يكره بس لانه في نوع من اساءه الادب بس، ادي كل الحكايه. ومثله التابوت الذي يجعل فوقه، وكذلك تقبيل الاعتاب عند الدخول لزياره الاولياء تكره الا ان قصد التبرك فجائز، انما لو ما قصدش التبرك يبقى بيعمل حاجه ملهاش لازمه، مكروه. فهمت؟ الا ان قصد به التبرك بهم فلا يكره. واذا عجز عن ذلك لازدحام ونحوه كاختلاط الرجال بالنساء كما يقع في زياره سيدي احمد البدوي، ما يقربش بقى، يقف ايه عشان ما يزحمش، وقف من في مكان يتمكن فيه من الوقوف بلا مشقه، وقرأ ما تيسر وأشار بيده أو نحوها ويقبل، كأنه خده بالحضن، كأنه قبل سيدنا السيد البدوي يعني، إشارة رمز يعني، رمز لأنك أنت بتقبله يعني لأنك زرته. فهم؟ وأشار بيده أو نحوها ثم قبل ذلك، فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر الأسود يسن له أن يشير بيده أو عصاه ثم يقبله. يبقى ده كأن الإشارة دي وتقبيل ما أشرت به يحل محل التقبيل. طب أنت ما بتقبل الحجر الأسود بتعبده؟ هو التقبيل علامة العبادة؟ هو ربنا جسم يقبل؟ يبقى لازم تعقل بقى، اللي بيقبل دي أجسام، والتقبيل علامة رحمة أو حب أو شفقة. يبقى التقبيل دي ربنا جعل الناس بتقبل بعضها إمتى؟ إما محبة أو شفقة أو رحمة أو احترام، مزيد احترام مش كده؟ أو تبرك، تبرك إذا كان وليا، احترام إذا كان شيخا أو أبا في التربية أو أستاذ معلم، يبقى احترام، شفقة إن كان صغير في السن أو مريض مش كده برضو، محبة إن كان أم أو إذا كان زوجة أو إذا كان صديق تقبل إيده محبة. يبقى التقبيل دي علامات كلها ملهاش علاقة بالعبادات، دي علامة مشاعر، دي مشاعر، والمسلم كله مشاعر وعواقف. فخلوا المسلم متخشب ماشي كده، خايف لحسن الشرك التوحيد يقع منه، أصل لو عمل كده التوحيد هيقع منه، التوحيد في قلبه مغروس بيدور في دمه، والله لو سلخوه ما يطلع منه. فهمت ازاي؟ ايه معنى التوحيد؟ التبرك انك انت، ان ده راجل صالح نص عليه الامام النووي، يقول لك ويستحب تقبيل يد حفاظ القران تبركا بما يحفظونه. التبرك هو التماس مواضع البركه. يعني ايه مواضع البركه؟ مواضع القبول، ان ربنا سبحانه وتعالى بينظر نظره رضا عن المواضع التي يحبها، فتجد المسجد بركه لانه محل نظر الله في ذكر الله، وكذلك ينظر إلى قلب المؤمن لأنه بركة، المؤمن ده بركة، راجل صالح يحب ربنا، فنوضع نظر الله إلى قلب المؤمن ده معناه نظر قبول، واخد بالك؟ وكذلك ينظر إلى أهل القرآن نظر محبة واصطفاء. وبالتالي أنا لما بقبل هذه المواضع بتعرض لهذه البركة، مش كده برضو؟ إذا كان الزمن نفسه فيه أحوال زمنية بتبقى فيها الدعاء مقبول أكتر منها في زمن آخر، مش ربنا فضل الأزمنة بعضها عن بعض؟ فتلتمس مثلا الدعاء في رمضان عند السحر، دبر الصلوات عند الأذان، أدي أزمنة. وكذلك فضل بعض الأماكن، هنالك دعا زكريا ربه فتلتمس الدعاء في بعض لأنها بركة، وكذلك فضل بعض الأشخاص على بعض فبتروح للولي وتروح للنبي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، واخد بالك؟ يبقى أهو واخد بالك، مش منسوخة، لا دي مش منسوخة، إيه اللي نسخ؟ دي آية ومش حد ضعيف،
دي آية آية قرآن. طيب يبقى الحكاية واضحة، يعني الحكاية سهلة، وهو الناس مش قبلت إيد النبي وقدمه كده برضو. هل نهاهم؟ منهاهم سيدنا سلمان في قصة إسلام، وعمل إيه؟ أكب على قدمي النبي يقبلها ويبكي لما لقى كل العلامات، بقى مشتاق مستني، بقى له 200 سنة منتظر. سيدنا بلال عاش حوالي 300 سنة، سلمان قصدي، سيدنا سلمان الفارسي، يعني 200 سنة قاعد مستني النبي، قاعد في اليهودية يجي 100 سنة، قاعد في النصرانية يجي 100 زيهم ولا 150 سنة، قاعد مستني النبي. فلما لقى العلامات كلها أكب على قدمي النبي يبكي وإيه ويقبلها. والأعرابي اللي هو قابل النبي في أحد سفراته فقال له تشهد أني رسول الله؟ قال وما آيتك؟ إيه العلامة؟ قال اذهب إلى هذه الشجرة وقل لها رسول الله يدعوك. فذهب إلى الشجرة فقال رسول الله يدعوك، فجاءت إليه تمشي على ساق بلا قدم تخط الأرض، فأقبل على النبي يقبل قدميه ويبكي الأعرابي وأسلم. يبقى تقبيل اليد والقدم ما فيهاش حاجة، لا بأس، ده علامة محبة شفقة غلبت عواطف، مش مسألة عبادة، دي غلبت عواطف، فيهاش حاجة. طب والنبي صلى الله عليه وسلم مش قبل إيد من هو أدنى منه؟ قبل إيد ستنا فاطمة، كانت ستنا فاطمة ما تخش تقبل إيد أبيها وهو يقبل إيدها ويجلسها مكانه، وكان يسميها إيه؟ أم أبيها، مش كده برضو؟ وقبل إيد الصحابي اللي بيشتغل وإيده فأفأت من العمل، يبقى قبل إيد من هو أدنى منه، يبقى تقبيل اليد جائز ما فيهاش حاجة. يقول لك السجدة الصغرى اللي مش فاهمين، وعشان كده ما تربوش على الاحترام، احنا تربينا على اننا نقبل ايد مشايخنا وايد اجدادنا وايد ابائنا وايد امنا، وتربينا لقينا ابائنا بيعملوا كده بقى كمان برضه، مش كده؟ ده كانوا ابائنا يتقبلوا ايد اخواتهم، يعني لما يسلم على اخوه يقبل ايده، واخوه الاصغر منه واخوه الاصغر منه يقبل ايده عشان هو الاكبر منه. الناس كانت كده زمان، مش كده برضه؟ لما اختفى الادب ما بقاش فيه حتى علاقات عاطفيه بين الاسر. فربنا يسلمنا. الخلاصه ان التقبيل ليس علامه انك بتعبد من تقبل، لان الله ليس جسما يقبل، بدليل انك تقبل الحجر الاسود ولا تعبده، مش كده برضو؟ فالحكايه سهله، عشان كده الحكايه سهله في ذهن المسلم الرائق اللي فطرته سليمه، يقبل ما يقبلش توحيده قوي متين تفرقش معاه، ده لو نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان يعدي. فهمتني ازاي؟ وتلتمس للمسلم أعذار كثيرة، مهما التمست عذر فيعني لا يمكن تعرف تكفر المسلم، ده المسلم ده صعب، يسموه المسلم الصعب. ما أنا بكلم اللي قدامك، معلش يا سيدي ربنا يهدي، أنا مش بكلمك أنت. فخلينا كده، الحمد لله ربنا يعني يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وكما هدانا للإسلام نسأله ألا ينزع منا حتى يتوفانا ونحن على أكمل حال، حتى نفرح بنبينا ويفرح بينا صلى الله عليه وسلم. ويكره تقبيل القبر واستلامه ومثل التابوت الذي يجعل فوقه، وكذلك تقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولاء إلا إن قصد به التبرك بهم فلا يكره، وإذا عجز عن ذلك لازدحام ونحوه كاختلاط الرجال بالنساء كما يقع في زيارة سيدي أحمد البدوي، وقف في مكان يتمكن فيه من الوقوف بلا مشقة وقرأ ما تيسر وأشار بيده أو نحوها ثم قبل ذلك، فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر الأسود يسن له أن يشير بيده أو عصا ثم يقبلها. شوف بقى ناس مش فاهم، يقول لك هو بيخلي السيد البدوي زي الحجر الأسود؟ طب ما هو السيد البدوي لا يعبد والحجر الاسود لا يعبد، الحكايه سهله. هيقول لك اصل ده قياس مع الفارق، لا مش مع الفارق، السيد البدوي افضل من الحجر الاسود، لان الرسول نظر للكعبه كلها بما فيها الحجر الاسود وقال انك حرمتك عظيمه وحرمه المسلم عند الله اشد، مش كده برضه؟ طب يبقى الحكايه سهله، فاذا كان بيقبل الحجر الاسود يبقى الولي اولى. افهم المسألة، البني آدم لازم يعرف ان المسلم ده غالي،
ده ربنا بنى له الكعبة علشان يطوف حواليه عشان يغفر له. ده الكعبة مبنية عشان المسلم. فهمتني ازاي؟ هتجيب لي البناء زي زي اللي بني له، اللي بني له اعلى، مش كده برضو؟ فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. ويندب وضع نحو الجريد الاخضر والريحان على القبر كما جرت به العاده، لانه يستغفر للميت ما دام رطبا. تيجي تقول له نحط كده يقول لك لا، دي حادثه حال خاصه باللي النبي عملها. طب ليه يا ابني بتضيقها؟ ما الامه على مر العصور ما قالتش حادثه حال. هو حط الجريدتين على القبر اللي هم بيعذبان، وقال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقال لك لا، دي خاصه بدول بس. مين قال لك؟ الأمة على مر العصور بتحط الجريد وتحط الحاجات الخضراء على القبور على مر العصور تيمنا بفعل النبي، لعل رحمة ربنا تبقى واسعة. ليه أنت بتحجرها؟ وليه بتضيقها وتقولها حديثة حال؟ ما تسيبها لله كده يا أخي، زي ما المسلمين طول عمرهم سابينها لله، وربنا عند ظن العبد. يعني أنا لما أحط على قبر أبي وأنا ظن في ربي إن هو هيخفف عنه وينفعه ما لم ييبسه، وعندي في قلبي فعل النبي، يمكن ربنا ما يخيبش ظن. ما هو ربنا ما بيخيبش ظن العبد. فخليك حلو كده مع الله ولا تحجر واسع. فهمت؟ فالحكايه سهله يعني. وتسبيحه اكمل من تسبيح اليابس، يعني الاخضر تسبيحه اكمل من تسبيح اليابس، لان كل شيء بيسبح، مش كده برضه؟ لما فيه من نوع حياه. ولا يجوز لغير واضعه أخذه قبل يبسه. ولا يجوز لغير واضعه أخذه قبل يبسه، لأن أنت لما وضعت حاجة أنت تملكها، ممكن تاخدها تاني وتحطها في حتة تانية. لكن حاجة اتوضعت أنت جيت لقيتها موضوعة، لا يجوز أنك تاخدها، لأن ده ملك غيرك ووقفها على هذا المكان، فما ينفعش تاخدها. فهمتني إزاي؟ ولا يجوز لغير واضعه أخذه قبل يبسه، لأن صاحبه لا يعرض عنه إلا بعد يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت الرطوبة، وهو الاستغفار للميت. أما واضعه فيجوز له أخذه لأنه ملكه ولو قبل يبسه. هكذا أطلق بعضهم. وفصل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين فلا يجوز له أخذه وهو أخضر لتعلق حق الميت به، وأن يكون كثيرا فيجوز له الأخذ منه. فمن وضع على قبر خوصا كثيرا جاز له أن يأخذ منه ويضع أن يؤخذ منه ويضع على ويضع على قبر آخر وهكذا. يعني بيقول لك لو لقيت خوص كتير قوي على قبر ممكن تاخد منه شوية تحطها على قبر تاني ما يجراش حاجة، لأن وضعه مش هيزعل. إنما لو كان حاجة بسيطة وهتاخدها تحرم ده وتحطها في حتة تانية، واضع هذا الخوص يتضايق. واخد بالك؟ ده من باب الأدب يعني مع المسلمين. قوله في لحد أي ندبا، فالدفن فيه أفضل منه في الشق إن صلبت الأرض كما سيذكره الشارح. فإن كانت الأرض رخوة فالدفن في الشق أفضل منه في اللحد، ويسن أن يسند وجه الميت ورجلاه إلى جدار القبر وظهره بنحو لبنة أو حجر، لئلا ينكب على وجهه أو يستلقي على ظهره ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة. فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى كما في المقبرة المنبوشة فيجوز وضعه عليها، أو من غيره كبول أو غائط فلا يجوز؟ كل محتمل. قال الشوبري والوجه الأول، ثم قال والوجه هو الأول، يعني إن هو يجوز مطلقا وضعه عليه. خلاص خدت بالك؟ فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا؟ الوجه هو الاول، يجوز مطلقا لانه ملفوف هو اصلا بالكفن، فمستور عن النجاسه بالكفن. فهمتني ازاي؟ بس يعني لو الارض دي عليها نجاسه وجافه ناشفه، وجبت انا سجاده صلاه جافه ورحت فارشها فوق النجاسه، صلاتي صحيحه. فهمتني ازاي؟ فنفس الحكايه. والوجه هو الأول، ثم قال ويظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة. انتهى. والذي يظهر لي، الإمام البيجوري بيقول والذي يظهر لي التفصيل أحسن، الوجه الثاني إن كانت من القبور المنبوشة أو من بول أو غائط.
يفصل احسن، ده رأي البيجوري. قول مستقبل القبلة اي وجوبا تنزيلا للميت منزلة المصلي، ويؤخذ من ذلك عدم وجوب الاستقبال في الكافر، فيجوز استقباله واستدباره. يعني لو هندفن كافر ممكن نخليه مستقبل مستدبر، مش مهم، نتحرى الحكاية دي، ندفنه وخلاص سهل. نعم، الكافرة التي في بطنها جنين مسلم نفخت فيه الروح يعني بعد 120 يوم ولم ترجع حياته، يجب استدبارها للقبلة ليكون الجنين مستقبل القبلة، لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه، وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار. لا نخليها كلها في مقابر المسلمين لأنها كافرة، ولا نخليها صافية في مقابر الكفار، لكن في حد فاصل بين مقابر المسلمين والكفار ندفنها. كويس؟ لئلا يدفن المسلم في مقابر الكفار وعكسه. فإن لم تنفخ فيه الروح يعني حمل أقل من 120 يوم لم يجب الاستدبار في أمه، لأنه لا يجب استقباله حينئذ. نعم، استقباله أولى فإن رجيت حياته. طب افرض هي ماتت وكان الجنين في بطنها كامل ورجيت حياته، يجب شق بطنها واستخراج الجنين قبل ما يموت خالص. فهمتني ازاي؟ فإن رجيت حياته لم يجز دفنه معها، بل يجب شق جوفها وإخراجه منه ولو مسلمة، حتى ولو كانت مسلمة اللي ميت. ومن الغلط أن يقال يوضع نحو حجر على بطنها ليموت، فإن فيه قتلا للجنين. قوله واللحد بفتح اللام إلى آخره، وأصل اللحد الميل، يقال لحد أي مال، وألحد لغة قليلة، ومنه الإلحاد في الحرم وفي دين الله تعالى، والملحد كل مائل عن الاستواء. قول ما يحفر في أسفل جانب القبر أي بعد أن يعمق قامة وبسطة كما سيأتي، فيحفر القبر أولا بقدر قامة وبسطة، ثم يحفر في أسفل جانبه بقدر ما يسع الميت، فيوضع فيه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ويسند ظهره بلبنة أو نحوها، ثم يسد فتح القبر بنحو لبن، ثم يهال عليه التراب إلى أن يملأ القامة والبسطة. واللبن بفتح اللام وكسر الباء جمع لبنة، وهو الطوب غير المحرك، نسميه احنا الطوب الني. ويندب كون اللبنات تسعا لما نقل في شرح مسلم من أن اللبنات التي وضعت في قبره صلى الله عليه وسلم كانت تسعا. قول من القبلة أي من جهتها، وهو ليس بقيد لأن مثلها الجهة المقابلة له. يعني افرض جهة القبلة، جدار القبلة ده كان مدفون فيه واحد، أدي ظهري لجدار القبلة واحفر في الجدار الثاني، وخلي بقى الميت وشه ليا عشان يبقى وشه للقبلة، مش ظهره بقى ليا. فهمتني ازاي؟ احيانا بتبقى القبور في دفن كتير، فيقوم يعمل لحد واحد، يدفن واحد الناحية دي واحد الناحية دي، ويطلع ويروح لادن، اما يبقى موتى كتير يعني ما ينفعش. وممكن كمان يلحد اثنين في قبر واحد، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كان يلحد اثنين وثلاثة في قبر واحد لأن كثر الموت. والدفن لا جوار بعض، جوار بعض، وممكن برضو فوق بعض طبقات، وممكن جوار بعض على طول في نفس اللحد، يعني تعمقوا بحيث ياخد جثثهم جنب بعض ممكن. والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق، ولذلك كان قول المصنف في لحد محمولا على الند، وقوله إن صلبت الأرض بضم اللام أي يبست من الصلابة، وهي اليبوسة والشدة، فإن كانت الأرض رخوة فالدفن في الشق أفضل من الدفن في اللحد كما مر، لئلا تنهار وتسقط على الميت لو دفن في اللحد. نقف على والشق، مش هنقدر نكمل النهاردة عشان احنا ايه طولنا عليكم، فنقف على والشق ونكمل إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكماله وعد كماله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.